قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أصدقائي، هل نحن من الأشخاص الذين انشغلوا باللعب وجمع المال والاستمتاع في الحياة ولم نعمل الأعمال الصالحة استعدادا للآخرة؟ فالله تعالى هنا يقول لنا: هل ألهتنا الحياة واللعب؟ وهل سنبقى هكذا حتى يأتينا الموت؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. يتوعد الله هنا الكفار وعيدا شديدا ويقول لهم: إذا لم تعملوا الأعمال الصالحة وكانت سيئاتكم كثيرة جدا ولم تستغفروا وتتوبوا لله وتؤمنوا به ومتم وأنتم على طريق الكفر، فسوف يعذبكم الله بالنار يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وسوف يسألكم الله تعالى: هل شكرتموه على كل النعم التي أنعمها عليكم في الدنيا من الصحة والأمن والرزق وغيرها؟ وبماذا قابلتم هذه النعم؟ إذن علينا أن نستعد ليوم القيامة يا أصدقائي بالأعمال الصالحة، ونحاول دوما أن تكون أعمالنا الحسنة أكثر من السيئة، وأن نستغفر الله تعالى إذا أخطأنا، وأن لا نضيع أوقاتنا باللعب الزائد عن الحد وجمع المال وغير ذلك. علينا أن نستغل أوقاتنا بعمل أشياء مفيدة حتى يرضى الله تعالى عنا ويرانا ويحبنا ويحدث الملائكة عنا في السماء ويدخلنا الجنة بإذن الله. قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني. ملأ حياتي معنى أرشدني للجنة، ربي يا ذا المنة أكرمني بجناني، يلبس أهلي تاجا وضاء وهاجا، يجعل لي منهاجا ويزيد اطمئنان.